الله يقولها كأنها نشرة إخبارية. معلش. الله يا ناصر أبى أقول شيء للشباب. بيض الله وجيهم. ويمكن اللي يستاهل القزاز ده ياسر عباس. ياسر عباس. بس. وأقولها بالنيم. ياسر عباس. أرحب. ياكل السحور. مرحبا وأهلين بعز. مرحبا مليون ترحيبا علي علي الهمس ما شاء الله نشوف الطرد بعدين ناكل طيب يلا نشوف الطرد بعدين ناكل يلا يوسف قلبي تفضل حبيبي استر على استر استر امسك محمد عباس اذا قلت لك عليه سعد تفضل الظرف الذي سيكون فيه باذن الله خير عظيم الله يسعدكم يا شباب الله يسعدكم يا شباب فعلا محمد شمراني صح انه زي الديزل ما سخننا الا في الاخير هاني زي الله وكل شيء زين الامور طيبه والله يا سعد انا عندي اقتراح يا شباب ليش الاسبوع الجاي ما يجي بكره جاز الله الله يا اخي انت رائع وابقى رائعا كما انت ناشرا للوردي ناثرا للحب رجاك محبوس طبيعي يصير يا عم وليد عشان ندون نبدا الاسبوع الجاي من ورا يعني لا لا تاخر يعني نبدا خميس اربعاء كذا لا نسلم الايجار حق الاسبوع الجاي بكره يصير يوم الحب نبقى الايجار احنا ناكل ايش البيان الاتي يا علي يلا ما جازتكم الفكره البيان يقول حياكم الله نعم اليوم ضحكنا وفليناها هذا الكلام اسمع اسمع يا شباب الهامور يقول حياكم الله اليوم ضحكنا وفليناها والهمة الهمة للأسبوع الجاي بإذن الله وعلى فكرة ترى قطة الأسبوع الجاي 350 300 ليش زود دقيقة 300 يعني مهامكم كم بكرة 30 وشيف نمبر 1 وشيف نمبر 1 وشيف نمبر 1 واحدة الله يعافيك يا حبيبي يا حبيبي ما الله يسعدك كثر خير هلا غلط حبيبي ابو عمار والله ما لك الا تنظيف زي ما نظفنا الصالح ننظف ما لك الا لعب الوعد بكره والله يلا يا ناصر مهامكم بكره باذن الله رقم 5 و8 لا تنقص السرعه عن المية هاني سرعة 100 وليد 8 إذا هاني وثمانية أنا 5 أنا 8 أنت 5 هاني وليد سرعة 100 رقم 4 2 1 ترى يمدحوا الكشنة دقيقة 4 2 1 4 2 1 المطبخ 4 2 1 مطبخ يقول يقول الكشنة طيبة ولا تحترق عليكم 2 شمراني مو بحنا اللي تحترق علينا نقيب نقيب 2 مين 4 انا الهمش انا 2 الهمش الشمراني 2 و4 و1 لا لا وش انا 6 النقيب والشمراني 4 صح 2 انا 4 جننت اهلي وناصر الشمراني وناصر نقيب مطبخ انت لا تجنن اهلي لا عز الله خلاص احنا عباس وسعد القحطاني وباقي ويوسف 9 و7 وعلي الهمش انتم الجمهور 7 عباس 7 عباس 9 مين 9 سعد القحطاني سعد القحطاني ومحمد عباس عندكم ايش اختيار اختيار عكسي ايوه رقم 3 و6 يوسف والبي علي الهمش ورونا محتواكم والبي الهمش صالة عرض الله عليك نعيدها مره ثانيه ولا كفايه يلا عيدها عيدها طيب يا جماعه نعيد مره ثانيه ممكن انتباه بعد اذنكم عشان لا يبرد العشاء هاني وليد السرعه 100 تمام حلو الشمراني وناصر سي عبد الله والنقيب المطبخ تمام سعد القحطاني عباس اختيار عكسي صالة عرض الهمش والبي مالك علي الهمش ويوسف والبي وبحكم اني انا والنقيب والشمراني في المطبخ رجاء كلمونا الدفاع المدني لا ما بي للي حبيب لانه احنا طباخين فنانين لا هذه ما يوسف ما تخبرنا عياده قريبه شيخ عشان التسمم ايه عندك هنا طبيب طوارئ اوه طبيب طوارئ علي الهمش يا يعني مين يعمل السحب بالله اللي في الهاشتاج انت يا وليد انت